إحباط أيضاً توزيع كميات من الجوز التالف على المحلات التجارية في نابلس. وفي التفاصيل، أفشلت وزارة أو طواقم وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والصحة محاولة توزيع ما يزيد عن طنين من الجوز التالف كان التاجر يود تعبئتها وتوزيعها على المحال التجارية في محافظة نابلس. وفي التفاصيل أيضا، بيّن مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد في نابلس الأستاذ بشار الصيفي أن الكمية ضبطت داخل مخازن المهرب وتم التحفظ عليها. للمزيد في هذا الخصوص يسعدني أن أرحب بضيفي عبر الخط الهاتفي الأستاذ بشار الصيفي، مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد في نابلس. أستاذ بشار، مساء الخير وحياك الله. مساء الخير لك ولكل السادة المستمعين. أهلا بك أستاذ بشار، ضيفا عزيزا على نشرة وطن الاقتصادية. ربما يعني أنا لدي أكثر من شيء لنقوله اليوم بمعيتك وبوجودك معنا، ولكن نبدأ من يعني المستجدات وما تم تناوله عبر أكثر من يعني وسيلة إعلامية، أنه تم ضبط كميات من الجوز التالف وتم إحباط توزيعها في المحافظة. صحيح، هو ما تم أنه خلال جولاتنا الاعتيادية وصلتنا معلومة حول دخول كميات من هذه السلعة الجوز الثالث لأحد مخازن التجار، وتحركنا فورا وبالفعل تم ضبط الكمية، وللأسف يعني كانت غير صالحة للاستهلاك وفيها السوس والشعشبون وفيها كثير من المخلفات التي لا يستطيع المواطن أن يستهلكها بالإضافة إلى رائحتها النتنة، وبالتالي تم التحفظ على الكمية أكثر من طنين وجاري متابعة هذه السلعة في الأسواق. يعني بدأنا اليوم بجولات مكثفة لحصر هذه السلعة في كل المحافظات وتحديدا في نابلس، وإحنا بنناشد كل إخوتنا المواطنين في حال يعني لاحظوا أي ملاحظة حول سلعة فاسدة في الأسواق بألا يترددوا بالتواصل معنا على الرقم المباشر 129، وإحنا يعني فرقنا الحمد لله تعمل على مدار الساعة من أجل أن تبقى أسواقنا نظيفة، بالرغم من أنه يعني أنا بدي أشير أنه غالبية تجارنا من الإخوة الملتزمين، لأنه يبقى كل قليلة يحاولون إدخال مثل هذه السلع إلى أسواق. طيب يعني أنا أستاذ بشار، يعني اسمح لي، أنا شوي لفتني بأنه يعني طبيعة التلوث اللي موجود فيها، يعني أنت أشرت إلى أنه يعني هنالك تلوث، وبحب يعني بمعيتك يعني توضح لنا هذا التلوث ما هو على وجه التحديد، ويعني آثاره عمليا على الصحة وعلى السلامة العامة. كما تعلمي أنه الجوز هو سلعة بحاجة إلى تخزين بشكل جيد، يبدو أنه كان من في المصدر تاعها مخزن بطريقة خاطئة أدى إلى تلفها من حيث أنه نقولها بالعامية زيتت في الدرجة الأولى، ومن ثم بدأت فيها حشرات والسوس، وبتشعري أنه حتى سلعة الجوز ناخري يعني زي القطع الصغيرة موجودة فيها وشعشبون، وريحتها كثير يعني لا يستطيع أحد أن يتحملها. وبالتالي هم يبدو كائن بده يحاول يقوم بتشميسها وتنظيفها وطرحها في الأسواق. هذه السلعة طبعا بالتأكيد لها انعكاسات تضر بصحة المواطن الفلسطيني، من أجل ذلك احنا بنقول دائما بنناشد المواطنين انه ما يشتروا اي سلعة اذا شعروا وهي بتبين بالعين، يعني ما بدهاش مختبر، بتبين بالعين المجردة، حتى لو كان سعرها متدني ألا يشتري سلعة إلا بعد أن يتأكد من سلامتها وأن تكون سلعة نظيفة وقابلة للاستهلاك. عكس ذلك إذا شعر أنه في أي مكان في الأسواق، تعرف في الأسواق مترامية الأطراف، صحيح، إحنا لا نستطيع أن نكون في كل مكان، لكن إحنا نستقبل مكالمات المواطنين ونتابع شكاويهم مباشرة، وهذا مهم. يعني كثير من القضايا المهمة وصلتنا عبر اتصالات من الإخوة الحريصين على صحة المواطن. نعم، يعني أنه في أهمية جدا كبيرة لعملية الإبلاغ ولموضوع الإبلاغ والشكوى، لأنه وهذا بحاجة ربما كمان لجهود أستاذ بشار، وأعتقد أنك رح تتفق معي فيما يتعلق بالتوعية وبضرورة الإبلاغ، لأنه إحنا عموما يعني بنختصر كمستهلكين وكمستهلكات، بنختصر ما نرى وبناخذ قرار بشكل فردي انه خلص احنا ما عاد نروح عند هذا المحل
ولا رح نشتري منه، ولكن دون أن نتقدم بشكوى أو ببلاغ. وهون أعتقد أنه بحاجة كمان لرسائل توعية للمواطنين أنه اشتكوا، لا تترددوا بالشكوى، هناك من سيتعامل مع هذه الشكوى على محمل الجدية، وأن لا نكتفي يعني بهذا التصرف أو ردة الفعل الفردية عمليا بأنه إحنا بننقاطع هالمحل وخلص. بالتأكيد كلامك دقيق، وإحنا يعني نشكركم في وسائل الإعلام على إثارة مثل هذه القضايا، لأنه دوركم رئيسي في توعية المواطن لمثل هذه القضايا. وأنا بأكد لك أنه مهما تكون القضية صغيرة أو كبيرة إحنا نقوم بمتابعتها، وهذا واجبنا، ونفرد وقتا مهما ووقتكم متمرسة لمتابعة هذه الشكاوى، بحيث أي شكوى تردنا يتم دراستها ومتابعتها على الفور. يعني بعدما وصلتنا الشوكة بأقل من نصف ساعة كانت متابعة، والحمد لله يعني ضبطت الكمية قبل أن يتم تسويقها، ويبدو أنه كان بدها تتجهز لشهر رمضان. نعم. عم تطير على أعصاب الشهر الفضيل، بالتالي هذه السلع اللي بتنطرح في بداية شهر رمضان وكل السلع التي تدخل في المائدة الرمضانية تكون موجودة على العربيات وعلى حافة الطرق، احنا بحاجة لمتابعتها. ومن اجل ذلك احنا انتهينا من وضع اللمسات الأخيرة على خطتنا في وزارة الاقتصاد للاستعداد للعمل الرقابي المكثف خلال الشهر الفضيل ان شاء الله. طيب هذا استاذ بشار ربما كمان كان يعني نقطة انا خلال تواصلي تحت الهواء معك، يعني قلت بأنه إحنا يعني مع اقتراب رمضان الكريم بحاجة إلى يعني جهود أكبر في موضوع ضبط الأسواق، وإحنا كمان بنفس الوقت بدنا نكون صريحين شوي مع بعض، دائما في نقص في الطواقم الرقابة والتفتيش، وهذا يعني موجود في كل المديريات وليس فقط نابلس، ولكن نابلس بجوز إلها خصوصية إنها مقصد المتسوقين، ويعني وجهة تسوق رئيسية في الضفة الغربية نابلس، ومن الوجهات يعني وجهات التسوق الأولى اللي موجودة في الضفة الغربية. هذا قديش بعمل يعني قديش بيزيد المسؤولية على مديرية الاقتصاد الوطني في نابلس، ويعني كيف يتم التعامل جديا مع الأمر أستاذ بشار؟ دائما في المناسبات في شهر رمضان في الأعياد نكثف جولاتنا الرقابية، ونستعيد حتى في إذا كان في نقص في الكادر بالتنسيق مع الجهات الشريكة. يعني إحنا لدينا جهات شريكة في وزارة الصحة والزراعة والضابط الجمركي والشرطة والأمن الوقائي والأجهزة الأمنية مختلفة، يعني حقيقة نستعين بهم خلال عملياتنا إذا استدعى الأمر ذلك. وبالتالي في رمضان بالتحديد نكثف جولاتنا، ويكون لدينا خطة مشتركة مع كل هذه الأطراف بحيث يكون لدينا جولات رقابية مكثفة. يعني إذا بنقوم في الأيام هذه ثلاث جولات، في رمضان بتوصل خمس أو ست جولات، بالإضافة إلى أنه إحنا بنعمل خلال فترات المساء، وهذا مهم لأنه إحنا معنيين أن تبقى أسواقنا نظيفة. وأنا يعني بدي أطمئن كمان المواطنين أنه في نابلس الأسواق يعني الحمد لله يعني كثير والغالبية العظمى من تجارنا من الملتزمين، لكن تبقى في كل مكان يحدث أن يكون هناك خلل هنا أو هناك. من أجل ذلك نقوم بمتابعة هذه القضايا، ونحذر أي كان، يعني إحنا بنحذر أي مواطن بده يحاول يتلاعب في هذه القضايا بأنه لدينا إجراءات رقابية مكثفة، وأيضا إجراءات قانونية ستتخذ بحق من يحاول إدخال أي سلعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس لأسواقنا، وتحديدا في فترة رمضان والمناسبات وفي كل الأوقات والأزمان. وبالتالي سنكثف إن شاء الله عملنا، والخطة صادق عليها ويتبناها معالي الوزير دائما، ووفر كل ما يلزم من احتياجات لوجستية. في العادة يقوم بتوفير ما يلزم من مركبات وكل ما يلزم من احتياجات حتى نستطيع أن نغطي عملنا على أكمل وجه إن شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله يعني في رمضان وفي الفترة التي تسبق رمضان مباشرة، أنا بقدر ولولا أنه في نسبة ضبط جيدة وفي حالة جيدة عامة في الأسواق في محافظة نابلس، لن تكون بطبيعة الحال وجهة التسوق الأولى لكثير يعني من أهلنا في الداخل، وأيضا من الأهل في الضفة الغربية، ومن الأهل في قرى وبلدات محافظة نابلس. أنا أستاذ بشار بدي تسمح لي بتساؤل أخير، أنه بدي أسألك كيف تبدو
الأوضاع الآن؟ كيف تبدو أسواق نابلس الآن بعد حصار فرض عليها قبل أشهر من يعني طرف الاحتلال الإسرائيلي؟ بحب أعرف من خلالك يعني إلى ما آلت إليه الأمور الآن، هل تعافت الحركة التجارية والأسواق؟ يعني صدقا هذا يعني تساؤل بحب أختم معك فيه، وبحب أعرف أكثر من خلالك عنه. هو حصار استمر خلال شهر 10 لمطلع شهر 11 25 يوم متواصل، حيث أغلقت كل مداخل ومخارج المدينة، أثر بالتأكيد على كثير من القطاعات الإنتاجية والتجارية. من أجل ذلك تداعت كل مؤسسات البلد في نابلس، وتم تشكيل لجنة لمحاولة جذب القادمين لنابلس من جديد وتوفير كل ما يحتاجونه من تسهيلات، وهذا ما تم حقيقة. ولدينا الآن يعني عودة جيدة لكثير من إخوتنا الفلسطينيين في 48 والمناطق المجاورة، بدأوا يعودون بشكل تدريجي مع تبني هذه المؤسسات المحلية في نابلس لتوفير ما يلزم من خدمات، سواء كان ذلك في إيجاد أماكن للباصات التي يأتوا بها، وإضافة لذلك لمتابعة القطاع التجاري وعمل تنزيلات وكل هذه الأمور. وبالتالي الحمد لله، أنا أعتقد أنه الحمد لله الآن الأمور بدأت تعود شيئا فشيئا إلى وضعها الطبيعي، وهذا مؤشر إيجابي. وأنا مرة أخرى بناشد كل إخوتنا المواطنين اللي بيحبوا يتسوقوا في نابلس أنه الأمور تحت المتابعة الدقيقة، وأيضا هناك كل الأطراف من البلدية والغرف التجارية ومنطقة رجال الأعمال ووزارة الاقتصاد تعمل على مدار الساعة لتوفير كل ما يلزم من احتياجات لهؤلاء الزوار، بحيث يستطيعوا أن يتسوقوا بكل سهولة ويسر. ونتمنى إن شاء الله أن يزول الاحتلال وأن تتحرك العملية الاقتصادية كما نتمنى ونرجو إن شاء الله. نأمل ذلك، ويعني سعيدين جدا بأنه يعني الأسواق يعني تتعافى ويعني تسير في اتجاه جيد بعد حصار يعني قسري فرض عليها بطبيعة الحال. يعني بحبش أطول عليك أكثر من هيك أستاذ بشار، بدي أشكرك على وجودك معنا اليوم. الأستاذ بشار الصيفي، مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، شكرا جزيلا.